كابتن هاني، يمكن الضغوط اتنقلت شويه او الصعوبات زادت شويه على الترجي بعد نتيجه الماتش الاولاني. شايف ازاي ماتش النهارده بعد فوز الاهلي وتفوق مستر موسيماني على معين الشعباني في الماتش الاولاني؟ خلينا نتكلم واخد من كلام كابتن علاء ان اعتقد كل مباراه لها حساباتها. طبعا نتيجه 1-0 خارج الديار نتيجه جيده، ولكن مش يعني ما اطمنش بشكل كبير. اعتقد ان كمان موسيماني واي مدير فني كبير بيتعامل مع المباريات حسابيا، كل مباراه على حده. اكيد المباراه الاولى ادتنا ادفانتج، ادتنا شويه يعني فرص ان شاء الله للتاهل للمباراه النهائيه، لكن حسابات بتكون مختلفه. حسابات اولا مدير الفني موسيماني اكيد هيعمل او برضه في تخيلاته حسابات الترجي هتبقى عامله ازاي. على الجانب الاخر احنا كمان داخلين المباراه في اعتقادي الشخصي هي مباراه، انسى نتيجه المباراه الاولى، انت عندك مباراه 90 دقيقه في القاهره ان شاء الله دي تاهلك للنهائي. حسابات الواحد صفر ويعني اللي كسبناه بره ديت ما اعتقدش في يعني في حسابات حتى اللعيبه، يعني اللعيبه اكيد مركزه ان احنا عندنا مباراه فاصله في القاهره هنتعامل معاها على حسب طبعا سيناريو اللي حطه موسيماني، على حسب كمان اداء فريق الترجي هيعمل ازاي، كلها في كذا سيناريو في المباراه. لكن اكيد الاولويه لينا، اكيد المباراه على ارضنا، اكيد من خلال المباراه الاولى شفنا قد ايه احنا كمان يا كابتن ايمن كنا قادرين لو عايزين نزود. ودي حته لازم ندوس عليها شويه، انك تزود النتيجه. عندك فريق خلاص اعتقد اخر ثلث ساعه المباراه اللي فاتت مسلم لك الامور، بيقول لك كمان احرز اهداف. كان علينا ان احنا كمان نزود عدد الاهداف، ننسى المباراه الاولى، عندنا 90 دقيقه في القاهره ان شاء الله باذن الله بالاداء والسيناريو بتاع الشوط الثاني. بالكلمه اللي قالها كابتن علاء، حته الهدوء، مش معنى الهدوء انك مستهتر او لا ما طبعاً لا لا. الهدوء مهم جدا في التعامل مع المباراه. هدوء موسيماني من خلال ادائه الفني خارج الخطوط، هدوء اللعيبه من حيث السيطره على مجريات الامور من البدايه. خلينا نتكلم، البدايه مهمه جدا، اول ربع ساعه مهمه جدا جدا في المباراه. انك بتحط السيستم بتاعك، انت اللي بتعمل زي ما بيقولوا كده، انت الريتم المباراه تبقى في ايديك انت، دي مهمه جدا ان شاء الله تكون دي بدايه النادي الاهلي، مع كمان الطمع انك تحرز هدف. احرازك لهدف ان شاء الله كمان يكون هدف مبكر بتخليك تشتغل على المباراه بشكل اكتر. ولكن عندي كلمه في الجزء ده كابتن هاني، ان انا حتى لو الامور دي ما حصلتش وفضلت النتيجه لحد قبل اخر الماتش 1-0 زي ما هي دلوقتي، النتيجة دي توصل نادي الاهلي، مفيش شك حافظ عليها. دي اللي بتكلم عليه، انت عندك ادفانتج، عندك فرصة، لكن انت مش هتعتمد على الفرصة ديت انها توصلك. هتشتغل بشكل ايجابي، هتسعى انك تحرز هدف، والهدف دوت هيديك كمان اولوية اكتر. وكل ما المباراة بتعدي اعتقد الترجي هيفتح خطوطه بشكل كبير، كلنا عارفين يعني هو ما عندوش فرصة غير على الاقل انه يحرز هدف. فكل ما الامور ماشية في صالح النادي الاهلي اعتقد هتبقى فرص، كمان المساحات هتوسع بشكل اكتر، عندك فرص للتسجيل بشكل اكبر. لكن ان شاء الله احنا يعني متفائلين كلنا، ان شاء الله باذن الله نعمل مباراه جيده، وكمان تكون يعني التاهل للمباراه النهائيه ان شاء الله. يا رب ان شاء الله.